فإذا السبب الأول من أسباب المغفرة اجتناب الكبائر تركها والتوبة منها، وهذه الكبائر منها ما يتعلق بالله بين العبد وربه، وهي على قسمين. ما بين العبد وربه من كبائر الذنوب على قسمين: قسم تلزم يلزم به الاستغفار، وقسم يلزم الاستغفار مع القضاء، ومنه ما يلزم فيه القضاء مع الكفارة. القضاء مع الكفارة مثل الصيام، من انتهك حرمة الصوم فقد قارف كبيرة بينه وبين الله. هل يكفي أن يستغفر ولا لابد أن يكون استغفار مقرون مع القضاء؟ مع القضاء. وهل يكفي أن يستغفر ويقضي أم لا بد أن يكون ذلك مشفوعا بالكفارة؟ لا بد من كفارة. والصلاة، الصلاة تجب فيها مع التوبة القضاء. وهل تجب الكفارة؟ قولان. علماء المشارقة أكثر مشارقتنا يقول القضاء مع الكفارة المغلظة قياسا على الصوم. الكفارة المغلظة اللي هي إيش؟ صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذا الذي يقول من ترك طنطا واحدا فعليه كفارة، هذا الذي يقوله مشارقتنا. لكن الشيخ الخليلي وعلماء المغرب قالوا لا، ما لم يدل دليل فلا كفارة، وإنما يجب التوبة والقضاء، وأما الكفارة فليست واجبة لأنه لا دليل عليها، والكفارات لا يقاس بعضها على بعض، كذا قال الشيخ. والآن الناس على هذا، علماؤنا الآن على هذا، أن من ترك فرضا من فرائض. لكن الشيخ الخليل يحفظه الله مع قوله بأن هذا هو الأرجح، إلا أنه يقول والأول أحوص، يعني القول بالكفارة أحوص، من عمل بالكفارة فقد احتاط، لكن من لم يعمل بها فقد عمل بالراجح، هو الصحيح عند الشيخ أنه لا دليل على لزوم الكفارة في ترك الصلاة لكنها واجبة في ترك الصيام. نعم.